ما شاء الله الظاهر بنبتدي إن شاء الله، لأن دائما إحنا نحب على الوقت 37 دقيقة. في البداية نرحب ضيوفنا الكرام، ونرحب زوجات حرم، زوجات السلك الدبلوماسي، حرم سفير السعودية المملكة العربية السعودية الأخت أشواق، وحرم سفير السودان الأخت سارة، وحرم سفير جمهورية مصر العربية الأخت داليا، ونرحب كذلك بالأخت العزيزة الغالية حرم سفير الكويت الأخت سحر وجميع الجمهور. وفي البداية أخص الشكر للعزيزة داليا، الأستاذة داليا رسيبة مديرة فن أبوظبي، على إتاحة الفرصة لنا اللقاء بنخبة من الفنانين التشكيليين العزيزين على قلوبنا، واللي دائما يشكلون هم الجسر التواصل بيننا وبين العالم الآخر. بداية أصدقائي وأعزائي وضيوفي الكرام، يسرنا ويستقبلون الملتقى الأدبي بالتعاون مع فن أبوظبي أن تكون في حضرة الفن والألوان والجمال، رغم أن الكورونا أجبرتنا على إلغاء الكثير من أنشطتنا المحببة، ومنها زيارة المعارض والاستمتاع بالفن ولقاء أهله واقتناء أعمالهم. ولكن رأت فن أبوظبي وصاحب الملتقى قرر لك ومقتني الفن من أجل إبقاء التواصل ممكنا. مسيتنا اليوم عربية الجغرافيا وعالمية الهواء، تستحضر التاريخ والتراث والذاكرة وتحتضن الطبيعة. ضيوفنا اليوم من السعودية والعراق وفلسطين ومصر ومن أرض هذا الوطن الحبيب الإمارات، منحونا فرصة لا تعوض لنتحدث عن عوالمهم التي تنعكس عبر الألوان والضوء والقماش والخطوط. نقترب أكثر من تفاصيل العمل الفني، نتعرف على دوافع ومحفزات الإبداع. أصدقائي وصديقاتي وضيوفنا الكرام، ضيوف أمسيتنا اليوم يعبرون إلى الحياة عبر بوابة الفن. الفن الذي يحمل رسالته ليمنح الحياة عمقاً يحميها من سطحية بعض جوانب حياتنا العصرية. يطرحون تساؤلاتهم الفلسفية ويستخدمون الصور والألوان والدلالة لتشجيع الروح الناقدة. يفك بعضهم رموز الحنين للوطن ويربط قضايا المجتمع بالجمال ورمزية الجسد. يمزجون بين الأعمال المعمارية والألوان والحجر والخطوط المتعرجة وشظايا الذكريات. يستدعون الذاكرة من عصر الإنسان البدائي إلى النكبة، ومن الكهوف لرمال الصحراء، يغردون خارج السرب بإبداع وجمال. ورحب هذا المساء بضيوفنا الكرام: هدى متوكل، راشد الشعشعي، حازم حرب، محمد أحمد إبراهيم وأثير، وأهلا وسهلا بكم. في البداية نبتدي طبعا بالأستاذ محمد أحمد إبراهيم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وولد محمد أحمد إبراهيم في مدينة فرفكان، درس علم النفس في جامعة العين وأكمله في أمريكا، في إقامته في مركز كونفيرم آرت سنتر في أمريكا ديغون فرنسا، وأسس عام 1997 مركز فرفكان للفنون والبدائع والثقافة والإعلام الشارقة. عرضت أعماله من خلال بنال الشارقة في الأعوام 1993، 95، 99، 99، 2001، 2003، 2007، ومتحف الشارقة للفنون عامي 1996 و 2005. على المستوى العالمي عرضت أعماله في بنيان الشارقة المنطقية عام 2000 ومتحف في مدينة بون، و 2005 وبنيان دكة عامي 1993 و 2002، ومنتدى لودفيك العالمي للفنون بألمانيا عام 2002، وبنالي هافانا عام 2000، وبنالي القاهرة 1998، ومعهد العالم العربي في باريس 1998، ومركز ستانفورد للفنون 1995، ومعرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في الاتحاد السوفيتي بموسكو 1990. بالإضافة لذلك عرضت أعماله في مجموعات فنية كبيرة تشمل متحف العربي للفن الحديث بقطر، ومتحف الشارقة للفنون، ومركز ستارتر للفنون في هولندا. القيم الفن برنامج أبو ظبي آرت 2018 أفاق الفنانون الناشئون. حصل محمد إبراهيم على جائزة النحت الأول في بنال الشارقة عامي 1999 و2001. أنا سعيدة لبلدي أن يكون بكل هذا التفوق. أدعى المنصة لك الأخ محمد إبراهيم على أساس يكون تواصل بينك وبين جمهورك. يا مرحبا.
يا أهلا وسهلا، يسعدني صراحة وجودي معاكم وخاصة بالأوضاع، ويعني تجربتي كثير ضعيفة باللقاء عبر الوايرلس أو الواي فاي، عندي مشاكل أزلية بس أحاول أني قد ما أقدر أتغلب عليها. فسعيد جدا، سعيد في لقائكم، وسعيد جدا وشرف لي استضافتكم في هذا المنتدى. يا مرحبا. يا يعني دائما لو حبيت اتكلم عن الاعمال دائما ارجع للطفوله، لان اشوف الطفوله هي المخزن الاولي للوعاء الذاكري للفنان، للانسان بشكل عام، للفنان بشكل خاص. فدائما ارجع بانتاج اعمال فني، دائما ارجع للطفوله، ومن خلال الطفوله استشف علاقتي الطفوليه مع البيئه، وبالذات البيئه الجغرافيه، البيئه الطبيعيه. ايش اقول تعال وصار يعني. فتكونت العلاقه من هالمرحله اللي هو مرحله الطفوله. فلما ارجع اكتشف ان في اشياء او روابط عديده مع الطبيعه، المنطقه اللي عشت فيها اللي خرفكان، والصراحه الطبيعه تعتبر من ما تحمل غرابه، لا الخصوصيه اللي فيها الخصوصيه مثل بعض المناطق، فجغرافيتها تحمل سمات خاصه جدا، اللي تقريبا او احاطتها من ثلاث جهات في البحر، والجهة الشروق اللي هي جهة الشمس الجهة الرابعة. فهذا خلق وولد تراكم معرفي بالعلاقة مع الطبيعة، من ناحية الألوان، من ناحية الظل، من ناحية قساوة التضاريس، من ناحية وداعة التضاريس في نفس الوقت. فهذا أثر في رؤيتي، بالتالي أثر في رؤيتي بالطرح الفني. فدائما علاقتي في البيئة قوية، يعني لازم تحمل سمات أعمالي أو كل أعمالي اللي أنتجها تقريبا من الland art أو فن الأرض، إلى الأوبجكتس، إلى الرأي، اللوحة استعمال أدوات التقنية الآيفون يعني، وهي استخدام مواد الطبيعية للطين من الجبل. فهذا صارت الأعمال كلها تقريبا اللي اشتغلها انتجها كلها في رذم واحد اللي هو رذم الأرض. ممكن أحيانا يصير نوع من التشويش للمشاهد في بعض الأعمال، يشك أنها لها علاقة في البيئة، بس لو تبعد فيها وقراءتها بتروي أنا أشوفها كلها أو ماشية كلها في رذم واحد بالعلاقة مع الطبيعة. وكل هذا نشأة الانتباه لطفولتي، فليش بالبداية قلت لازم العودة إلى الطفولة نوعا ما، للغرف منها والرجوع مرة ثانية، وهذا يحافظ عليك، يحافظ على طفولة فكرك، يحافظ على أو يشذب طرحك بالتالي. فهذه كانت علاقتي مع البيئة. فالأعمال اللي أنتجها حاليا سواء من أوبجيكتس مثل لها علاقة في الأرض، فبالتالي احس ان تكون خطاب عضوي بيني وبين الماده، حتى الماده قمنا نتبادل اسرار انا والماده. انا اقصد الماده اللي استخدمها بشكل عام، دائما استخدم الطين، الورق، الاعشاب، الكاردبورد، المواد اللي احس فيها انتماء للبيئه نفسها، لان احنا اوريدي منتمين للبيئه. فمثل هالأعمال أحيانا اللي أو مو أحيانا دائما إني أنا ما أحط فكرة للعمل، ما في فكرة مسبقة في الذهن لإنتاج للعمل نفسه. بالنسبة لي عملية الإنتاج هي الأهم من الناتج الأخير، وهذا ينعكس على أسماء أعمالي. فدائما مثل ما تحمل سكتش مسبق، فبالتالي هي ما تحمل اسم مسبق. فخلال عملية الإنتاج والوصول للمنتج الأخير اللي هو يحدد
القرار بانتهاء العمل، العمل نفسه يحدد وقت انتهاء. وبالثانية بدي أفكر في الاسم، لأن حاليا الصراحة بدي أفكر بالاسم، بس بالسابق ما كنت أحط أسماء لأعمالي كلها مسمى بان تايتل 1 أو ان تايتل 2 أو ان تايتل أو سيمبل يعني. فبالتالي الظرف الحالي أو خلنا نقول تغير الساحة التشكيلية في الوقت الحالي في دولة الإمارات ونموها بشكل سريع وتعمقها بالمجال الفني، فالحالة ألحد أن لازم تضع أسماء على أعمالك على الأقل للتوثيق يعني، أو اللي معرفة بالسابق. لو رجعنا مثل هذه نفس الشيء يعني، رجعنا للبيئة مرة ثانية، هذه في أعمال كثير اشتغلتها وهذه من الأعمال اللي رجعت إعادة بناها، اللي هو أحجار مربوطة. في عندي أحجار مربوطة بسلك، وأحيانا في أحجار مربوطة بسلك من نحاس. فهذه الأعمال بداية أنتجها على جسد الأرض، يعني كنت أشتغل هناك في العمل وأتركها في الجبل، فأصبح العمل اللي هو حجار مربوطة، يعني مو هالصورة بس الأعمال مربوطة بالحجر، في قابلية للنقل يعني كفنان. يعني في مشاريع خاصة باللاند أرت، يعني مشاريع مكلفة إذا بحجامها الحقيقية، فبالتالي الفنان يحتاج يتعامل مع مواد أو يتعامل مع التعامل مع الطبيعة أو اللاند أرت، إنه ينقلها شوية إلى صالة العرض. وهذا الفنانين كثيرين سووها، يعني حتى روبرت سيمثون عمل مثل الحين يعمل ريتشارد لونغ. فالمهم هي استخدام المادة. نرجع لها العمل هذا مثلا، هالعمل عبارة عن عقب العنوان، فليش مثل ما طرحت العنوان أرجع في هالعمل في من العنوان، العنوان اسمه قطيع، فهي هي العنوان أخي الآخر. الأول ننتج هاي الأشكال أو هاي المجسمات أو هاي الأوبجكتس من يعني لها علاقة في البيئة بعد، هاي الخشبية أو الأسواق الشعبية، يلقي خصة يعمل للبيع للفحم الأشعال النار في البر. أيوة. فبالتالي أنتج عمل الآخر الثالث، تكون إلى مجموعة عملتها تقريبا. هاي الأعمال تقريبا، هذا العمل اللي هو والطرح بدأ ب 2015 اللي هو أيام في دبي ريزيدنسي. فكان هالعمل تحامل الحمل المتناقض، وفي نفس الوقت صار بهالمحاولة لتجسيم الخط عندي، وكنت الأعمال قبلها بالخط، فهني بهالأعمال أو من هالفترة تحول الخط عندي إلى مجسم، فبالتالي تحول إلى قطعة نحتية الفن، وطبعا بقطعة نحتية بمفهوم المختلف عن أو عن النحت الكلاسيكي أقصد. وهذا نفس الشيء، هذا العمل يحمل التجربة بدأت بعد هذه التجربة لمفهوم الخفة والثقل، خفة الورق وثقل الحجر والألوان الزاهية الفاقعة المتوهجة مع ألوان الطبيعة، اللون الحجر الداكن البني خلينا نقول شرس يعني. وهاي التجربة نفسها اللي هي تقريبا مثل تحويل بداية تحويل مثل بالبداية من ثقل إلى الخفة، لأن هذا في حجر من الداخل، بس بدأت هذي تتحول مثل ما قلت لازم شوي ترجع للطفولة. فبهالأعمال بهالفترة بعد
بعد المعرض اللي قام بالشارجة، لأن كان المعرض الشخصي دائما هو مفترق طرق. يعني المعرض الشخصي للفنان مو بس فقط عرض أعمال في مرحلة معينة، بس بالنسبة لي يحصل مفترق طرق اللي حصل مرتين. يعني في المعرض مقل جدا في الأعمال، في المعارض الشخصية يعني تقريبا عملت 3 أو 4 معارض شخصية خلال هالفترة. المعرض الأول الشخصي لمركز الشارجة الثقافي ب 1991 عمل نقلة لحجر اللوحة، فهجرت اللوحة في ذيك الفترة، فبدأت أنتج، أتعامل مع، أتعرف على البيئة، أتعامل مع المواد الخام، مع الورق إلى آخره. في المعرض اللي صار ب 2018 في شارجة أرت فاونديشن، هذه النقلة الأخرى اللي جاء منها الأعمال، من بعد كانت الأعمال مفترق طرق، فبدت الأعمال تحمل ألوان أكثر، أوبجكتس اللي شفنا منها أول الريبورت، ومثلها العمل مثل هذا مثلا، فأصبحت الأعمال يعني قريبة للدمية. في دمية فرجعت اكتشفت أني أنا لازلت أصنع الدماي بنفسي، مثل ما يمكننا إحنا في الفترة عشنا من الجيل اللي كنا احنا نصنع دمائنا بنفسنا، سواء اولاد او بنات، كانت البنت تصنع دميتها والرجل كان او الولد يصنع هو العرب او الدائريه وعلبه ويثقبها في اي او في قطعه سعف النخيل او الى اخره. ممكن فهي نفس الشيء، بس لي اصنع دمائي وانا بالسن واعي او مريت بتجارب الحياه للخلق دمائي الخاصه لاستمتع ومتى المشاهد يعني بالنهاية، هي لأن هذا حوار، خلق حوار بيني وبين المشاهد والمتلقي. هاي قلتها الخطوط اللي كانت على أحبار على ورق فقط رسومات، يعني هي نوع من الاستليشن. أقمت أول واحد في 1995 في مركز ستر بولندا، الاستليشن الأولي، وبعدها بعد يعني الثاني الانستليشن عملناه في ابو ظبي ارت في جيت واي هذيك السنه، والله ما اذكر السنه بالضبط. والثالث اللي صار اللي تشوفونه في جاليري لورا شبيبي، هذا نفس الشيء. هل تكلم عن مثل الصوره الخلفيه عن هذا الجدار في الريم سنترال بارك؟ أنا أشوف أهمية هذا العمل لأنه حصل دعم من المؤسسات الخاصة، يعني المؤسسة الخاصة اللي أقدر أنا أشير شركة الدار. فهني أهمية المؤسسات للعمل الفني، لدعم الفني، العمل الفني، لإنتاج العمل الفني. وفي نفس الوقت هذا العمل صار نقلية لنقول البابليك آرت، يعني الصالات أو الجاليريات العرض، صالات العرض وظيفتها مختلفة، ونفس الشيء في البابليك آرت وظيفته مختلفة، فكلهم يكملون بعض، فإحنا بحاجة في مجتمعنا للبابليك آرت. فنرجع لهذا بعد هذا تكليف من ديزرت إكس العلا لتنفيذ هذا العمل، هو لو صح التعبير ممكن ندخله في خانة اللاند آرت. هي عبارة عن أحجار وعملت حديقة الأحجار المتساقطة، بيئة ساحرة رهيبة مثلها، تحمل مواصفات خصوصيتها الخاصة جدا، وتحمل إرث تاريخي، وحتى تحس أن رمال هالمنطقة مدروسة يعني على مر السنين. فأثر فيني المكان، واكتشفت لما تكون أنت قريب من في المكان هذا تشوف ألوان كثيرة، تشوف الأزرق، تشوف البينك، تشوف الصخور. فأنا اللي عملته بالعمل إن حاولت أبرز أو أبين هذه الألوان المخفية بين الأحجار بشكل أكبر بإنتاج العمل الفني. ما أدري. قصرت ما شاء الله عليك، متميز، استخدمت الحجر يعني أمس خرفكان طبعاً، البيئة تأثرت عليك، واستعملت الرموز والإيحاء، ورجعت الإنسان كأنه خوف من التطور اللي صاير، يعني ترجع الإنسان شوي على
ايام الكهف والزمن هل هو في خوف بين الماضي والحاضر يعني والحاضر دائما اتجهت الاشياء الطفوليه الاشياء اللي تذكرك مع يعني شو السر استخدمت لا خوف هنا المساله فيها تطور رؤيتك كانسان كل ما انت تكبر يتكون ويكبر مخزونك البصر اتجاه الخارج بمعنى اتجاه خارج جسدك اتجاه العالم اتجاه مجتمعك رؤيتك للاحداث اللي تحصل الى اخره فهذا يخليك تتطور فبالتالي تبحث عن يعني فتبحث عن الخطاب السهل اللي يوصل للمشاهد بشكل سريع بحكم احنا العصر يحمل هذه السمات يحمل سمات السرعه يحمل سمات البساطه كذلك يعني فبالعكس هو نوع من تراكم المخزون طبعا فن ابو ظبي ما قصروا بالكتالوج اللي طلعوه بالصيف مثل ما تفضلت حضرتك يعني ان المؤسسات لما تساعد الفنان وتساعد المؤسس الجاليري هذه الاشياء تساعد كثير في ان الفنان يبدع ويقدر يعطي اكثر من الله وهذا اشكر لهم يعني هيئه ابو ظبي للثقافه وفن ابو ظبي على هالمبادره اللي اخذوها في فتره الكورونا طبعا في البدايه سامحيني الشيخ شمس مو الشيخ الدكتوره شمس موجوده معانا سامحيني راح فيك واهلا وسهلا فيك اسمحي لي في البدايه ما شفت اسمك ادريني الله يعينك ننتقل الحين تفضلي ناديه مساء الخير جميعا نعطيكم نبذه سريعه عن السيده هدى توكل ولدت هدى توكل في لندن وترعرعت بشكل أساسي في باريس وهي فنانة فرنسية مصرية تعيش وتعمل حالياً في هامبورغ في ألمانيا تخرجت عام 2011 من دفعة سلومينسكي أندريا سلومينسكي والأستاذ مايكل ديرس في جامعة الفنون الجميلة HFBK في هامبورغ تشمل أعمال هدى قطع المنسوجات المصبوغة والخياطة والمنحوتات الإعلامية المختلطة ومقطعات المسيح ترتيبات تشابك القوام والشبكات والمشابك بالإدلام نهجها لفن النسيج المعاصر متجذر بعمق من الحركة النسائية في السبعينيات التي أعادت إحياء الوسط كممارسة نقدية وخطابية من تاريخ معرفة المرأة وعملها وتركز في أبحاثها على الطقوس التقليدية والصور المرتبطة بتلك اللحظات الانتقالية والتحويلية المحورية في حياة المرأة يحاول عملها تفكيك الرموز والنماذج المضطهدة للمرأة ومن خلال التنوع والتعقيد المركب لتداخلاتها الجمالية تلامس هدى توكل الحدود بين الشكل المتطرف للهويات الشخصية وتفككها وبهذا تسعى إلى ربط الاهتمامات الجمالية الرسمية بالقضايا الاجتماعية خاصة تلك ذات الطبيعة الخاصة بالجندة أهلا وسهلا أخت هدى مرحبا فيك أهلا أنا يعني أولا لازم أتأسف مش هعمل البرزنتيشن بالعربي عشان العربي بتاعي يعني ما بعرفش أتكلم كويس عن شغلي بالعربي فـ I will have to switch in English so I apologize for this so I'll start with two works from a series that is called Falconry, where I I reconstructed falconry hoods that are normally used for the head of the falcon to calm him down and to control him. And I built falconry hoods on a human scale, so to match the head of a human being. So you can imagine them this big. And on the other side of the picture, you have the lure, which is also a piece of equipment for hunting with falcons. And this is, normally it's small and furry and a little bit so like a small animal. And I also made it in a big scale. And it helps the falconer to train the falcon, so to control his instincts. And this work, both works together, they have to do with control and with desire, seeing, not seeing.
So it is very much related also to the relationship between men and women. And my work in general is very concentrated on women. And I use also a lot of fabric in my work, which is very, very sensual, very, nearly a physical material, because when you're born, you are enveloped in fabric. The whole life, you are in fabric. And also when you die, you're wrapped in fabric. So it is a very substantial material that is like a second skin. You can go to the next slide. No, before. One before. Yeah. So on the left side, there is this work that is called Nude. It's also a series where I use nylons. I fill them with rice, and then I so wrap them in a certain way to have the shape of the body of the woman in this case, and then I fix it with resin. So the body is like frozen in a movement, and it's you can see on the one hand, either see it as an object, so the woman as an object, or the woman under control, but you can also see it as a very proud woman with a very assertive, assertive attitude, and also very proud of her body and of her being a woman, and not having to also hide her body or her features, feminine features. A further development of this work is called Mami. So the word itself, it is like Mami like a mother, but also Mami like an wrapped corpse, so the mummification. And here it's more an abstraction of a body. And it's also like, because I'm talking about mummification, I'm also talking about something ending, but also something new beginning, like a renewal. And the mummy acts a little bit like a cocoon where there is a transformation inside. And there I relate also this with the body of a woman and with the procreation and renewal and this never-ending cycles. And the technique is the same, is also with nylons and rice and resin. On the next slide, there are two studies. So this is also the way I work, that I work on different materials or different mediums. So like I like to do aquarelle either before I do a work, so as a study, or in between, just to try patterns, shapes, and these two works are a result of this process. Then next slide. So this is a work called Jungle, and for me it is a representation of another, but a different representation of abundance, and also of fertility, of vitality. So this is where I continued using plants, trees, and especially the palm trees, which you will see now in my next slide. And the palm tree is a very central symbol in my work, because it has been used in a lot of different religions and in cultures. So it stands for eternity or for victory. But it is also a tree, which is, it's seldom in botanic to have a plant that can be male and female. So so there is a certain gender fluidity also in this plant, in this tree, which is interesting to me. And also the tree itself is a very nourishing, protective tree. So it gives people dates to eat, fruits. It gives wood, shade. It has something protective, which I also associate to motherhood or parenthood. And then
I also depict the dates in a very, yes, also oversized manner, that the dates are maybe nearly as important as the palm tree proportionally, or it is taking a lot of room. Maybe you can go to the next slide. There again, it is one of the phases of my work is in parallel to what I'm producing with fabric, that I also work then on paper, on aquarelle. And much more, what is interesting in aquarelle is that it is also in between control and loss of control, because the color is also finding its way on its own. Maybe you can go to the slide before. I forgot to, no, before, yeah. And on the right side, you can see the background of the palm tree is made of a grid. And the grid, it's something I also dyed on my own. It's hand dyed, and it's also a way to build a grid that is very, very controlled on the one hand. And on the other hand, the color bleeds into the fabric in an uncontrolled way. So this paradox is something that also interests me in the process of work. So now we can go to the next, and again next. And so here on the left-hand side is another, it was another way for me to work on the palm trees, to even, so make the dates even huger. It is a smaller work, but the dates are coming out of the frame and dominating the work. And on the right-hand side, it's again also, I'm using the palm tree, so I'm doing a collage on a computer, and then I print the collage, I paint it on the backside, and then I cut the collage from the front side of the collage, and I flip out the paper. So if you look at the next slide, you can see, maybe you can see the details, that it is like mixing the image from the back of the paper and the front of the paper together to a new image, and it becomes a sculptural work, and there is a mixing of both levels. So also in terms of identity mixing, but also in creating a complete new hybrid image, and it has also some connections to the Mashrabeya, which is also part of my work, of many other works, but I didn't integrate it in the overview. But the Mashrabeya, which is enables you to hide behind, so you can see to the outside world behind the Mashrabeya. From the outside, you cannot see inside. And it has also to do with the confinement of women, or the control over women. So this is a very quick overview. Shkura, thank you, Huda. It's really nice, the connect between your identity. You are in Europe and your soul in Egypt. It's shown in Europe. Really, it's amazing. Thank you. We give the floor now for the next. نادية تفضلي. مساء الخير. منعرف بالفنان السعودي راشد الشاشعي الذي ولد في الباحة في المملكة العربية السعودية عام 77 وحصل على الماجستير في الفنون البصرية. يعتبر من الشخصيات البارزة في المشهد المعاصر في الفن السعودي. أثر الشاشعي على جيل الجديد من المواهب السعودية باعتباره فنانا مفاهميا ومدرسا للفنون البصرية. كما ساهم في تطوير الممارسات الفنية المحلية باعتباره عضواً مؤسساً في المجتمع السعودي للفنون التشكيلية وجمعية التربية الفنية. يستخدم راشد الشعشعي مواد مختلفة وصوراً مخصصة ليخدم معاني المفاهيمية لتعريف الإشارات المتلقى يومية، ويبتكر ما يصفه الحقل الدلالي خلال ما يطرحه من تساؤلات فلسفية، وبالمقاول الأول منها الغرض من التواجد الإنساني والوظائف الاجتماعية التي من الممكن اختبارها،
ويسعى من خلال أشكاله العابثة أن يدعو المتفرج بالارتباط مع العمل بالدلالات الدنيوية، وذلك لتسهيل ما قد يشكل إضراباً أثناء الفرجة. على سبيل المثال، انتشار وسائل الإعلام الذي أدى إلى انحدار العالمي باتجاه السطحي، والوباء المتزايد من اللامبالاة الذي سيطر على حياتنا المعاصرة. أهلاً وسهلاً أستاذ راشد. مساء النور، شرفنا بتواجدكم جميعاً وشرفنا بهذا الملتقى حقيقي وبالتنظيم اللي أنتوا جالسين تشتغلوا عليه. الله يطول بعمرك، البركة فيك، الله يطول بعمرك. لولاكم أنتوا نحن ما قدرنا نستمد. أعرف صوتي مسموع. نعم، تفضل أستاذ، تفضل. ويخليك، يعطيك العافية. طيب، أنا سعودي، واللي منطقة الباحة هي منطقة ريفية في جنوب الجزيرة العربية، جنوب غرب، وتمتاز ببيئة يعني زراعية بحتة. عشت فيها تقريبا كل طفولتي، بعدها إلى منطقة مكة المكرمة، وعشت فيها فترة دراستي للجامعة. هذا الشيء وهذا الانتقال خلاني يعني أتغور أكثر في فهم المعاني الإنسانية للحياة المجتمعية والفروقات اللي أنا بلقاها دائماً بين المجتمعات. يمكن ساعدني أيضاً أنه أنا درست في منطقة الرياض فترة من الزمن، ثم انتقلت إلى مدينة جدة، خلطت كثير من الأعراق والأجناس في مدينة جدة، لي أصدقاء. ساعدني هذا الشيء دائما في محاولة فهم الطبيعة الإنسانية، وكيف إنه الإنسان بيحاول ينمي يعني أشياءه لأجل ممارسة العيش ولغة الاختلاف الموجودة بين الآخرين. نبذة بسيطة عن أعمالي الموجودة قدامكم اليوم. مثلا هذا العمل بيبيب، أنتج 2015. طبعا تصميم هذه النافذتين ماخوذ من مئذنة في الجامعة الأموية دمشق، والجامعة الأموية دمشق مر عليه وتعاقب عليه فترات طويلة جدا من المعتقدات الدينية، سواء شيعية أو سنية، وقبلها كان أيضا يعني ديانات مختلفة غير الإسلام. طبعا هذه شخصيتين المتعارف أو اللي إحنا نعرف عنهم دائما أنهم شخصيتين عدائيتين في فيلم كرتون كل طفولتنا، واحنا نتمنى انه ينتهي مسلسل يعني المواجهه الشرسه اللي دائما بينهم. اللي يحصل اليوم في العالم الاسلامي من حاله التمزيق المعتقدي وفكره الاختلاف المعتقدي، وكيف انه احنا عشان نستمر في حياتنا المفترض انه احنا نتعايش، كل يعني فئه أو كل معتقد لوحده في بيئته، لكن يظل بيننا لغة حوار وتعايش، وهو دعوة أكثر لحاولة نبذ الفرقة يعني والعنصرية في هذا الموضوع. استخدم فيه طبعاً الإضاءة، واستخدم فيه مادة الأكريليك والطباعة. دائماً أعمالي اللي أنا أشتغل عليها، لو لاحظتوا زي هذا العمل أيضاً، يعني بحاول دائماً أخلق شكل أمام الضوء، زي يعني أشبه بالنظر إلى المجهر. هذا العمل مكون من صناديق ألمنيوم، وفيه حقة الغسيل، غسيل الخضار والفواكه المستخدمة في المطبخ في حياتنا اليومية. اسم العمل أبواب صناديق كبيرة جدا لممارساتنا في الحياة، إنه أصلاً إحنا عشان نحصل نتيجة نهائية دائماً لأي شيء يجب أن نعمل على الحالة اللحظية للوصول للنتيجة. وكان الشعاع أصلاً القادم لعلم من خلفها طريقة يعطي هذه البهجة، وهذه البهجة في النظر.
استاذ محمد راشد يمكن راشد تسكر الكاميرا وتحط الصوت لان الصوت مو شويه لانه عنده طار ما ادري راشد الصوت هل الصوت الان واضح احسن تفضل احمد تفضل بس لو ترجع من يوم عندنا احوال جويه احوال جو يا حظكم عندكم مطر وجميل اي مطر شديد الان في هذه اللحظه في مطر شديد علينا يعني فعشان كذا ممكن حتى الاتصال حيقطع معليش عذرا يعني لا بالعكس وجودك يجي بس ممكن ترجع لنا من اللوحه هاي اللي شوي تكلم عنها انقطع الصوت اسمها من اسم يعني الناس هافن دور او ابواب الجنه هو عمل ان صناد موضوع فيه سبتات مخصوصة لغسيل وتنقية الفواكه والخضار اللي احنا نستخدمه في حياتنا اليومية. في قصة شهيرة متداولة في جميع الديانات بانه اصلا وجودنا في الارض جاء من فكرة انه آدم اكل من التفاحة. اليوم ناس كثير بتطمع مثلا للنتيجة النهائية اللي يحصلوا عليها ولكن يصطدموا بأمر أعمالهم والشر اللي يخلقوا في تعاملاتهم اليومية. ففي ناس كثير يعني بتحاول تحقق النتيجة دون العمل لما قبل النتيجة. فهذه فكرة العمل الرئيسية من أبواب الجنة. طريق مختصر طبعاً هو عمل بتكليف من الهيئة الملكية للعلا. هو معمول من طبليات البلاستيك المخصوصة لنقل وترحيل البضائع بين الدول، معمول من أيضا ضوء في المنتصف وعلى شكل هرم ومقسوم إلى يعني نظيرين، وبإمكان المشاهد يعني المرور من خلال هذا الهرم. هو يتكلم عن كيف أنه في الأساس اللي خلق من العلا حياة هي مرات التجارة والتبادل التجاري اللي كان موجود، وكيف دائما التجارة تكون عنصر يعني يساعد على انه يعني يخلق حياة في اماكن احيانا نائية او بعيدة، وفي نفس الوقت ممرات التجارة الدولية هي الاساس لمشاركة الحياة بين الدول المعاصرة اليوم. مختصر هو عمل تحويل أول رسمة في الإسلام في موروثنا الإسلامي، رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على الأرض، فهو خط مستقيم وخط عن هذا الخط خطوط، ثلاث خطوط عن يميني وثلاث خطوط عن شمالي، وقال هذا الخط المستقيم عن يميني وشماله يعني كأنها خطوط الشيطان أو الشيطان اللي يدعو لهذا السبل. وهي الفكرة دائما في أنه الخط المستقيم هو خط يصل بين نقطتين أو أقصر خط يصل بين نقطتين، والعمل دائما بالاستقامة يعني بعيدة عن فكرتها الدينية أو الدنيوية، لكن يظل أنه كل ما أنت اشتغلت بطريقة مستقيمة بطريقة حقة بطريقة واضحة كل ما وصلت لمبتغاك بطريقة أفضل. تحويل هذا الحديث إلى خلينا نقول أشبه بما إضاءة، وكيف أنه ممكن نثري حياتنا بالفكرة المتعمقة في فكرة أنه لازم يعني نتعاطى مع مواضيعنا دائما بحقيقة واضحة وصريحة وشفقة. ما أعرف، أتوقع إنه هذه الأعمال اللي أنا أحببت أو عرضوا لي إنه أنا أعرضها اليوم عليكم. أنا سعيد العمل من أعمالك يعني، وهاي دائما أعتز فيها في البيت، وأعمالك دائما جميلة وراقية وتمثل يعني دائما الفنان أو الكاتب اللي إحنا نقول ابن بيئته، وخصوصا صراط المستقيم جميل يعني، هذا عمل مفروض العالم كله يعرف إحنا عالم وتسامح، عالم عنده انفتاح الآخر، ومشكور، وإن شاء الله نفتح بعدين الأسئلة للجمهور. تفضلي نادية، مشكور ما قصرت. مساء الخير مساء الخير. تعريف بسيط للفنان حازم حرب. ولد الفنان الفلسطيني حازم حرب عام
1980 في غزة ويتنقل في سكناه حالياً بين روما ودبي. حاز على شهادة ماجستير في الفنون الجميلة من المعهد الأوروبي للتصميم في روما عام 2009. تشمل بعض معارضه الفردية معرض المناظر غير المرئية والمستقبل الملموس في متحف صلصالي الخاص بدبي سنة بمارس 2015، والبصيرة في معرض أزهر بجدة في العام 2014، وأتخيلك بلا منزل في معرض اعتماد بدبي 2012. وهل هذه أول مرة لك في غزة في موزايك روم بمؤسسة عبد المحسن القطان في لندن 2012، وأجساد تحترق في سيتا ديل ألترا إيكونوميا في روما سنة 2008. كما كان له العديد، شارك في العديد من المعارض الجماعية الدولية، نذكر منها من صنع الحرب في متحف لويجي بيغوريني في روما 2007، والمبني للمجهول في مؤسسة المعمل للفن المعاصر القدس فلسطين سنة 2011، ورقع على عين الشرق الخاصة بي في المركز العربي البريطاني في لندن 2010، ونظر من الداخل في معرض هيوستن بيانيال 2014. وفي العام 2015 شارك في معرض قواسم مشتركة في متحف فيلا شتوك في ميونخ في فبراير 2015، فضلاً عن السياسة وإنتاج المساحة المدينة المكتوبة بتنسيق ميشيل دو فيلدي في قاعة سيتي هول في مدينة بروج البلجيكية في أبريل 2015. منح حازم إقامة فنية في مؤسسة دلفينا لندن وسيتي ديزار في باريس وستلايت دبي. تم ترشيحه لجائزة الفنان الشاب للعام 2008 من مؤسسة عبد المحسن القطان لدى حازم حرب أعمال محفوظة في مجموعات لدى المتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون ومركز بومبيدو والمتحف الشرقي جامعة دورام ومتحف صلصالي الخاص والكثير غيرها. أهلا وسهلا أستاذ حازم، شرفتنا. الأخ حازم تفضل، المنصة لك. أهلا وسهلا فيك، شرفت الملتقى. ألو. حلو. مرحبا مرحبا، مساء الخير للجميع. صراحة كتير مبسوط إنه رح أعمل أول توك ممكن باللغة العربية، وإشي صراحة إشي بيشرفني كتير. طيب، على أي حال، أنا مريت بتجارب كتيرة بحياتي القصيرة السابقة كرسام بداية. ممكن مش الكل بيعرف بأعمال البينتينج، ولأنه كمان عندي خلفية كمان، ممكن بحب دائما أحكي عن أمي الله يرحمها. أنا I grew up في بيت بغزة، أمي كانت ستايلست، كانت كمان رسامة بالفاشن يعني بالأزياء. فأنا كبرت ببيت دائما كانت أشوف أمي بترسم بالبيت وبتخيط إلى آخره. فهذا كان بداية النشأة إلي كفنان. بعدين كمان كان في عندي ولع وحتى وأنا صغير بالصورة الفوتوغرافية، فأنتجت عدد كبير من المشاريع لحد 2012 تقريبا. ضلتني أنا أشتغل بالبينتينج لعند روما. صراحة روما كانت the big change in my life، كانت التحول الكبير بحياتي، لأنه تركت فلسطين كان عمري 20 سنة، وروما كانت التحول الكبير بحياتي على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفني. في فترة من الفترات شعرت نفسي إنه البينتينج بالنسبة لي مش كفاية، ما لغيته من حياتي كفنان، ولكن ما حسيته كفاية بالنسبة لي، كوني أنا طبعاً صاحب، خلينا نحكي بشكل نوعاً ما عاطفي، أنا كمان صاحب قضية شخصية، واللي هي طبعاً القضية الفلسطينية اللي كنا بنعرفها وكنا بنعرف قديش معقدة. تركت أو هجرت اللوحة مش بشكل نهائي، ولكن بشكل يعني جزئي، لو إني بحاجة إني أرسم أكيد بالتأكيد بأرسم، ولكن شدني كتير هو موضوع الذاكرة الشخصية اللي هو الفردية والجماعية،
بالأرشيف الفلسطيني. طبعا ممكن البعض منا بيعرف انه تم اخفاء كثير من الذاكره الجماعيه الفلسطينيه بالذات بالارشيف الفلسطيني، او تم التعتيم عليه من قبل الاحتلال وغيره. وحسيت حالي انه اصبحت بطريقه او باخرى انه اصبحت ممكن اكون شبه باحث بالارشيف، صار عندي ولع بقراءة التاريخ مرة ثانية، وبشراء كميات مهولة أو اقتناء. فأصبح عندي نوع من أنواع الولع بالأرشيف، ولكن بدي أوضح شغلة مهمة، أنه هذا الولع بالأرشيف أو الرجوع للذاكرة، ذاكرة الأرشيف اللي أحياناً ممكن كمان العامل الصحفي أو الإخباري نوعا ما بيقتل كمان حتى فكرة الاسترجاع الأرشيف. هلأ ما بسترجع الأرشيف أو ما بسترجع الماضي من ناحية بس حنين، ممكن في بعض الحنين فيها، ولكن بعمل إشي له علاقة بإعادة صياغة أو إعادة مشروع. لازم الصوت مو بواضح، إذا تقيل الكاميرا وتكمل على القطع الأعمال الفنية اللي موجودة بالباوربوينت يكون أحسن. أوكي. لأنه مو بواضح قاعد يقطع يمكن يكون أوضح، خلنا نحاول هيك أفضل. نعم تفضل. هيك أفضل. فمن أهم المشاريع أو من المشاريع القريبة لإلي اللي هو مشروع The Invisible Land. Azam, we have a problem مع الصوت عندك, so I think we're going to move to Athir and حنرجع لك بس نشوف إن we can take care of the technical problem لأن قاعد يقطع كثير صراحة. Athir, are you ready? Yes, can you hear me? Yes. تفضل Athir. I mean, I don't want to. I'm happy to wait a little bit longer for Hazem. I don't know. No, it's fine. Sir, تفضل. حازم. You sound fantastic right now. So let's just kind of go with that. Yeah, you sound great. So let's go ahead. I'm stepping out again and continue. حازم تفضل يا حازم تفضل. من المشاريع المحببة لي اللي هو Archaeology of the Occupation ومشروع Tag Series. Archaeology of the Occupation Series كنت بأتساءل إنه كيف ممكن كمان تكون العمارة أو كيف تم استخدام العمارة اللي هي الهندسة المعمارية as a kind of occupation و tools يعني كأداة استعمارية. فاللي بدي أحكيه إنه إعادة صياغة الأرشيف إنه هي أكثر عملية تحقيق بهاي الصور وعملية وألاقي تفسيرات للعناصر الموجودة لأنه أنا كمان معني كمان بأنه كيف الاستعمار بيستخدم أدواته داخل بمكان ما، إذا كان بأي مكان بالعالم طبعاً مش بالضرورة يكون طبعاً فلسطين. فأنا كتير مهتم بعملية التحقيق أو وجود أجوبة لأسئلة كتيرة بهاي الصور، مش بس الاستاتيك جمال الصور الى اخره. في مشروع انتجته 2019 كان باوهاوس از امبرياليزم، انه كيف كمان تم استخدام الباوهاوس اللي يمكن كثير منا بحبه طبعا، كيف كمان تم استخدام البناء المعماري الباوهاوس باحتلال بعض المدن او طريقه البناء. في كثير من القرى الفلسطينيه اللي تم ابادتها عن وجهه ابيها مثل ما بحكوها، وتم تدميرها على الاطلاق، وتم بناء مستعمرات استيطانيه على هاي المدن. اللي بدي احكي انه هاي الصور او اعاده صياغه الارشيف هي اكثر عمليه تحقيق، وكمان اخذني لمناطق ثانيه انه استارت انه أحكي مع عوائل فلسطينية مهجرة من بعد 48 من بعد النكبة، وأستعير منهم أرشيفهم الشخصي
صورهم الشخصية، صورهم العائلية، وكنت محظوظ إنه بعض العائلات إنه بادلتني كمان هو صورهم الشخصية العائلية، وبحاول قدر المستطاع إنه تكون هذه الأعمال أو هاي الصور بإنستيتيوشن أكثر منها تكون يعني بأماكن مثل مثلا جاليري أو بأماكن تجارية، لأنها كمان في نوع من أنواع المسؤولية بالنسبة لي كفنان لو لاستخدام الأرشيف. في بحط كمان اللي هو الطابع الاستاتيك اللي شوية الجمالي في بعض الأعمال، لأحط الكونتراكشن بتوين اللي هو التناقض ما بين اللي هو الجمال المكان وبنفس الوقت كمان اللي القصة بيوند يعني ما وراء الذاكرة. الأعمال الموجودة اللي هلأ تنعرض من إنتاج 2019 و2017 استخدمت أوريجينال أركايفال فوتوغرافي، و especially in this work كمان حتى استخدمت كمان عملة فلسطينية من 1942 أوريجينال كوينز before the occupation. و what I did with the geometric shapes is to to museumize the history, إنه أحطها في context يعني institutional context more than إنها تكون مجرد صورة أرشيفية. هدول العملين from a series called Map of Land. طبعا أكيد كلنا بنعرف about Palestinian embroidery، التطريز الفلسطيني. كمان تم سرقة كمان حتى الإرث التطريز الفلسطيني اللي عملته بهاي المجموعة Map of Land، إنه جمعت عدد كبير من الصور لنساء فلسطينيات قبل 48، لصور طبعا مغيبة لكثير من النساء الفلسطينيات اللي تم تعتيم كمان حتى على أرشيفهم الشخصي. فاستخدمتهم كمان في سيريز كولد ماب اوف لاند. فباختصار كل اللي بعمله بأعمالي هو إعادة صياغة التاريخ بمنظور مختلف برواية جديدة. وشكرا لكم. ما قصرت. أجمل شيء الإنسان حب الشيء الوحيد اللي ممكن نحن نرثه للأجيال القادمة وللناس العالم الآخر، يعني تعرف بعد أعمالنا وتعرف خصوصا قضية فلسطين المفروض ظهرها مختلفة. وكثر الله خيرك، وإن شاء الله ننتقل للفنان أثير. يا مرحبا أثير، يا مرحبا. تسلمي، شكرا. إن شاء الله نكون نفتح باب الأسئلة للجميع، الجمهور كله متحمس على الأسئلة. تفضلي ناطر. هاي مرحبا. الخير. Good evening, Mr. Athir. I will give a small presentation of you in Arabic, if you don't mind. Absolutely, I'd love it. Thank you. Athir Mousawi, فنان بصري ومعلم بريطاني عراقي من مواليد 82، تركز عمله في السنوات الأخيرة على طرح أسئلة لا يمكن الإجابة عليها مقابل إجابات غير محددة، وعلى تشكيل رواية بصرية بين الاثنين. منذ تخرجه من سنترال سانت مارتنز في لندن عام 2007 كان موضوع الكثير من عمله هو العراق وعلاقته الشتاتية مع وطنه الأصلي لكن الغريب عنه. وفي التركيبات الرئيسية المستخدمة في لوحاته فإن الاستجابة الأولية هي تلك التي تتمحور حول المقياس واللون الذي يقود المشاهد من خلال تركيباته المتعددة الأبعاد. يتم نسج الرمزية في هذه اللوحات على نطاق واسع من خلال طبقات من الأشكال الإسلامية التصويرية والهندسية. تحدد الأشكال الكبيرة لحظات من التفاصيل تتصرف مثل النوافذ المتداخلة، أماكن شديدة الخصوصية والتي تدعو إلى التأمل. وبيد أن أثير رسام في الدرجة الأولى، إلا أن أسلوبه في الرسم الجرافيكي يستخدم أدوات مماثلة في بناء أشكال صلبة. بالإضافة إلى عمله الأساسي كفنان، عمل أثير على نطاق واسع كمدرس في المملكة المتحدة وخارجها، فعمل كفنان عربي مقيم لدى المتحف البريطاني لمدة 3 أعوام متنقلاً بين المدارس البريطانية،
وأقام ورش عمل في مراكز مجتمعية في جميع أنحاء لندن كفنان مقيم لفعالية Chasing Mirrors في جاليري الصور الوطنية، كما أقام ورش عمل في العديد من مخيمات اللاجئين في كل من لبنان وتركيا والأردن، كما وتم دعوته من قبل المتحف الفلسطيني عام 2014 كفنان زائر لإقامة وإدارة ورش عمل للأطفال في الضفة الغربية. وفي عام 2015 تم اختياره للعمل في فضاء بيروت الفني المتعدد التخصصات. شارك بالعديد من المعارض الفردية والجماعية، نذكر منها أيام جاليري دبي 2016-2018، أيام جاليري بيروت 2013-2017، نست جاليري جنيف سويسرا 2014، أيام جاليري لندن 2014، ومعرض كوادرو للفنون الجميلة دبي 2013، ومعرض الصور الوطنية لندن 2011، والأكاديمية الملكية لندن 2011، وبنالي تشقند الدولي للفنون تشقند أوزبكستان 2011. Talking in English, I hope that's okay. It's been fantastic to hear everyone else's talks and get to know a bit more of your works. I guess I will begin with this slide, which doesn't pertain to the work that the main work which I'll be building up to, but this is a shot from my studio in Los Angeles. I got back from Los Angeles a few days ago and I've been working there for the whole year. And the idea of moving there was to, if anyone knows my work, I haven't included much older work in this presentation, but I'm generally a colorist. I got to painting from a graphic designer's background. So my early works were very, very cubist, very bold colors, very punchy. And my use of color also was quite extreme in my earlier works. And recently I've been thinking about how I can shift my palette, how I can mute my palette, soften it. And the works I've been doing this year have been paintings with trying to paint in white or as close to white as possible. And see how much depth I can kind of create with limiting my palette in this way. So, but this is what I'll be doing this year, and I'll take you to this work. But if we begin with some of the work I've been doing last year. So I guess the next slide. Yeah. So this was for an exhibition I had last year in Kuwait at a place called CAP. And these works, Fade and Float, was the exhibition title. I guess they're a continuation of works I've been doing where I've been trying to embrace that uncertain moment between peace and chaos. The idea when you throw everything up in the air, you don't know what's falling, you don't know what's going up or going down. Somehow that kind of like floating in between space I find that really, really beautiful and really powerful. And I've been trying to kind of create work out of this floating in between space. So all of these works are dynamically shaped like that. So the objects I'm using in my work are bits of marble, bits of broken stone, watermelons, sculptures. So that's a Rodin sculpture, and just squiggles, and I'm trying to create three-dimensional spaces in objects which don't usually have three-dimensional spaces, like water and shrapnel. And so essentially, yeah, I'm creating these really floaty spaces. You can go to the next slide. Yeah. And this is a continuation of my Fade and Float. So yeah, just different objects, different bits of plastic, different bits of rubber. I think the objects that find themselves into my work they're kind of a product of the space I'm producing work. My current studio is in Paris, which is where I live most of the time. I'm in London at the moment. But it's in quite an industrial part of town on the outskirts, and it's filled with bits of cable, bits of stone, kind of cracked bits of marble, and kind of like funny kind of shapes kind of knocking about. And so I find those really beautiful, and I bring them into my studio and create these still lifes with them. So
And everything is kind of melting into the ground. I wanted to remove gravity. I wanted to remove mass. I wanted everything to feel like it's just floating floating in space. And yeah, I mean, I guess I'm trying to give three dimensions to two dimensional objects. So those geometric forms, those triangular shapes, were flat patterns that I tried to bring out and to make them more sculptural. And yeah, so we can keep going. Sure. And so this is the show that I did last year. No, I did this year actually at IM Gallery in Dubai. It's called Nothing is Certain, Everything is Melting, and That's Okay. And which is a bit of a bizarre, wordy title, but I had it written on the wall of my studio in Paris for a few months, just kind of scrawled out. And I didn't imagine I would name my exhibition that. And the more works I was making, the more I was seeing what was happening in my personal space and the space around me, I kind of felt like that embracing of uncertainty was quite a universal theme that I think everyone was kind of going through at the time, and definitely more so. This was I made them last year, and the show was, I think, in December or January. I mean, they weren't anything about what kind of how the year transpired, but they were how I was feeling at the time. So, you know, these objects kind of completely melting, these extremely solid objects. So, you know, big blocks of terrazzo marble. I have a massive archive of different bits of marble in my works. If you go back the other way. Yeah. So you can see you're kind of flicking quite quick, but that's okay. They're all part of the same series. So I'm also using John Arp sculptures within my work. I think you went quite quickly. So if you go back to, there you go, perfect. No, just one more. There you go, just hold on here for a second. The next one, perfect, just hold for 2 seconds. So I quite like the what happens when you flatten a three-dimensional object. So John Arp sculptures, for various reasons, I became very interested in them in the last few years, and they're so three-dimensional. He doesn't really use rigid planes. Everything's kind of moving in a very three-dimensional space. And so I liked that when you photograph something, you kind of present it in two dimensions, and then, but it's obviously a very three-dimensional object. So I brought this flattened three-dimensional object into this three-dimensional space, which I was creating with all of my works. I don't know whether they seem chaotic or not, but they're very, very meticulously planned. So my the kind of the dimensions and the space that I'm creating are I really try and observe as many rules as I can, so that I can break as many rules as I can. You know, in the way that someone who plays jazz really understands their instrument so that they can kind of move away from the conventional way of playing. With my work, respect the rules of color and space and kind of how shadows work and how objects work, so that I can break away from rules like gravity holding the works up and down and holding the objects up and down in the composition, and really kind of remove those things from my compositions, and yet still they somehow seem believable. So you can keep going to the next slide. Yeah, again, these works are all the same title, just different compositions. Another John Arp sculpture, which I've kind of flipped, and I think I put like a block of broken glass in front of it, which you can kind of see translucently through. And then, yeah, different objects I have in the works, and different, like a block of marble. And so you can keep going through these. Yeah. More of the same, different objects kind of melting away into the ground.
Yeah, I mean, for me, it's, as a painter, and you're in a studio, it's really important to be able to look at my work and feel content around them. In the last few years, I guess before I was making these works, the themes I was dealing with were much heavier. You know, I had a work, a series called Man of War about jellyfish and drones, which was a very heavy series to make, and a series called Machine Hearts about the mechanical heart of a soldier and kind of what that might look like based on the Charlie Chaplin poem, which some of you might be aware of. And making those bodies of works, I felt you have to give so much, you have to give so much personal space to those. And so in the last few years, my works have been, I've been trying to focus on more more ethereal concepts, more floaty, more feely kind of trying to capture a feeling with my works, which is, I hope that comes across. But yeah, so these are continuation. Everything feels like it's kind of floating and kind of pulling apart. And this work was quite pivotal for me. So I was thinking about color and where I can go with color. As I described, my palette has been much more sophisticated, I guess, much more sun-drenched, much more pastel over the last few years. And with this work, I thought, well, let's see what happens when I try and remove color. And so I produced this work. It's not a huge work. It's like a baby. I've been reading a lot about light and, you know, how nothing, all beauty is a byproduct of light. So everything we experience because of light. And there's only one natural beauty, which is light. All this stuff that Tolstoy was talking about. And so I produced this work, which I wanted it to feel like going into, when you walk into a dark space and you adjust your eyes, you slowly start to pick up objects, your eyes adjust. So depth reveals itself to you more, objects and elements reveal themselves to you more. And then on the other side, if you go to the next slide. So on the other side, if you walk into a space which is completely light, your eyes adjust in a different way. At first you see everything as being completely white. And then slowly you start to make out different elements, different shapes. You start to kind of track the spatial depth of the scene that you're looking at, and everything starts to make more sense. So this was an invert of the previous work, but that got me thinking that I'd quite like to do a series of works you flick too quickly. If you just flick to the next slide. Yeah, so that got me thinking that I quite like to do a series of works which were all white, and so hence moving to LA and kind of producing works which were as close to white as possible. There are various things that kind of got me started on that. Seeing the Mary Horse exhibition at the LACMA was quite influential for me. So I guess this year I've been trying to remove color from my work so that when I begin working with color again, I'll come to it from a different place. And it feels like a good time to shift everything and really question what it is I want my work to feel like, what it is the experience I want people to have when they're in the presence of my work. I've been kind of doing a lot of that. So yeah, that's kind of up to speed of where I'm at in the last, I guess, year or so of work. I try not to take it too far back because I'm not sure how relevant it becomes. So that's me. Yeah. Oh, thank you, Athir. Thank you. You are from the family, all artists. Your mom also, your mother, she's artist, and I think the influence from your family. I think that's always been there. My dad's an architect, so he always kind of very much thinks in 3D, and my mother is a sculptor and a painter. So we kind of grew up with a lot of color and a lot of sculptures, really. So I guess that's always kind of been in my work. But as a graphic designer, for some reason, I focused on making quite flat work. And then slowly they became more sculptural, my paintings.
But I don't think I'd ever move towards sculpture personally. But beautiful, it's really beautiful, especially you. It's from UAE. You start from the sand, and it's for UAE. It's very, very important for us, the desert. And I like your mythology. How you start. That was a series of work I did a few years ago about sand. Yeah, that was quite influential for me because that got me thinking in a kind of different space and a different way of thinking than I probably had before. Thank you very much. Now we open the floor for the questions. I think a lot of people, they are waiting. We have a question from May. May Deeb, she's Hi, hello. Thank you so much for inviting me, Asma. It's really a pleasure to be on the talk again with you, and I really always enjoy your platforms. The question that I wanted to ask Athir and to all the artists, and my question is like, how do you, and it's something as someone who's not an artist, how do you recognize, how is it that someone like decides to be part of this path of the arts, like in practical terms, like why, what inspires, is it like the first time you go to a museum, is it like, that's my question. Who wants to go first? I think you're the first one. Like, what was it that triggered you to become a career artist? It's something that you kind of succumb to. I always remember Kandinsky, he wrote a lot about, before he became an artist, he wrote about the struggle to become an artist, or almost to accept that he's an artist. And for him, it was when Marie Curie discovered that the atom can be broken down. Suddenly his entire perception of the world was totally flipped on his head. You know, everything he thought was built from atoms, and suddenly it was like, that could be deconstructed. So he thought, well, if that can happen, then anything can happen. Therefore, I'm just gonna give up. I'm just gonna become an artist and follow that path. So the reason I bring that up is because I feel everyone has that moment where they realize that that this is a career, it's a journey that they wanna kind of begin, and a journey that they feel like they'll always, they'll always be on. You're constantly wanting to explore. And I think that's the life of an artist, is a life of constant exploration. Everyone would say that everyone's an artist, which is to some extent true, but as a visual artist, you're constantly trying to describe things. You're constantly trying to describe and explore and respond to everything with your art. I came to mind about 10 years ago. في حد عنده another answer؟ حازم عندك جواب ولا؟ سامعيني؟ نعم تفضل. أنا صراحة ما فهمت السؤال منيح. أوكي. صراحة يعني to be honest. ممكن أسأله بالعربي يعني حازم إزيك؟ أهلاً يعني... أهلاً يا أسماء أهلاً. تفضل. ما يدي معك. ماي أهلاً أهلاً يا ماي. إيه اللي خلاك يعني إيه اللي داك ايه اللي خلاك تاخد كورس ان انت تبتدي تبقى فنان يعني ايه اللحظه اللي I got it. اللي اديتك الانسبيريشن والله انا I think I was born as an artist يعني ما I didn't choose it يعني ما اخترت انا I think I was born with a pencil in my hand يعني ما اخذت I didn't choose يعني ما اخترت يعني I tell you something, you know, I think, you know, من عمري maybe 7 years old till now, ما بتذكر يوم I left the pencil. أبداً. أبداً. فأنا I think, you know, بقدرش أكون غير فنان يعني. ممكن أكون شيء تاني يعني. فأعتقد إلها علاقة بالوراثة يعني. ما اخترت. ما شاء الله. حبيت أرحب اليوم معنا كثير فنانين من ضمن الأصدقاء الملتقى الفنانة نجوم الغانم موجودة الفنانة فايزة مبارك موجودة زينب الهاشمي موجودة كريمة الشوملي موجودة معنا اليوم وموجودين الدكتورة نجاة مكي مرحبا فيكم ونورتوا المنصة اليوم وسعيدين بلقاء الفنانين مع بعض يعني هذا يخلق لنا نوع من
المحبة والسلام، لأن أنتوا دائما اللي تحملون بالألوان الجميلة وبالأعمالكم. في سؤال من أمل الدوزي، تفضلي أمل. عسلامة أسمع. Hello to everybody. Thank you for the invitation. Asma, it's great, beautiful, and very rich, especially that it's all from the countries from Middle East. So the first question will go to Huda, please. Madame Huda, my question is about motherhood. Yani, to make things maybe much more softer in the future, as you asked about, as you said, the question is about men, women, and struggling, and I saw that a lot of probes and things like this. Will it be later in time, yani, maybe much more paintings that will bring that touch of softness like we see in Marie Cassette, painter for previously? So will you have that idea later, maybe with time? Which idea? I'm sorry, I didn't get the... The idea is about motherhood and maybe more painting, much more soft. I mean, the idea of softness, of birth, the relationship of the child and the mother more than the relationship of men and women, and all what is yani, struggling and all what I saw in your paintings, actually. Something much more soft with time. I don't know. Maybe. I have no idea what will come with time. But just in terms of, for example, of motherhood, that the date and the boundary are also a representation of motherhood. And I'm not sure if pure softness is my domain. I'm interested more in things that are maybe more in paradox or that are contrary to each other, like softness versus harshness, and not only softness, for example, and also not only harshness. I like the duality of things, and this is, I think, in most of my work, there is this duality in a different intensity. I see. Thank you very much. في سؤال للأخ للرسام السعودي، حبيت أعرف رأيه في نضوج الساحة الفنية السعودية للرسم ورؤيته الشخصية القادمة، خصوصي اللي كما قلنا في المرات السابقة وسألت أسماء الأخت أسماء على اللي بيش يصير إن شاء الله في الدرعية في 2021. مرحبا، سامعيني في صوت؟ تفضل تفضل. أول شيء يعني يمكن شهادتي أنا مجروحة كوني سعودي وبتكلم على الساحة الفنية السعودية وكوني معلم أساسا للفنون، لكن اللي يشهد أصلا الساحة الفنية السعودية منذ نشأتها إلى اليوم يلحظ بأنه حقيقي في خليني أقول في الخمس سنوات الأخيرة صار في تسارع يعني يشبه حقيقي، انا يعني دائما اقول لزملائي انه يشبه الانفجار، يعني فين كانت كل هذه الطاقات الفنيه الموجوده سابقا؟ يمكن كل الظروف الاجتماعيه الاقتصاديه السياسيه اليوم صارت مواتيه لفكره انه كل يعني فنان قادر اليوم يتواجد على الساحه. السعوديين مفعمين بفكره السوشيال ميديا وتواجدهم وحضورهم الدائم للظروف الاقتصادية والاجتماعية يعني، ويشبه في ذلك أصلاً دول الخليج، لكن السعودية كان يعني مساحتها الضخمة والشاسعة تعطيها هذه الميزة المختلفة، لأنه عندنا أعراق وقبائل وأنماط من الحياة المختلفة. يعني في جنوب السعودية يختلف عن شمالها يعني حتى في تفاصيل الثقافه نفسها الحياتيه الممارسه. الرعاه غير، الزراعين غير، صيادين البحر غير، فهذا الاختلاف يعني خلق خليني اقول نوع ثري جدا في الممارسات الفنيه. اللي يدرك تفاصيل الفنون عندنا في السعوديه سواء المعاصره او التقليديه
أو الشعبية الجماهيرية يعرف قديش عندنا حجم هائل، ولكن يظل ترى السعودي اليوم عنده، خليني أقول لك، هذا الخجل المتوارث في فترة طويلة جدا في السنوات الماضية، لكن اليوم في جيل ما شاء الله عليه يعني قادر يكسر كل هذه الحواجز وينطلق بشكل مرة كويس. يعطيك الصحة، عايشك. تفضلي، مشكورة أمال، ما قصرتي. تفضلي. عايشكم. لا مرحبا. تفضلي جنان. الميكروفون تفضلي. مساء الخير جميعا. أهلا وسهلا فيك. سؤالي لهدى. هدى، الرسوماتك كتير it makes sense fashionably، يعني حسيت أول ما شفتها أنه بدي أعمل قماش rolls of fabric with it وأعمل فيها collection، وحسيت كمان أنه بحب أعمل فيها كنبية، نجد فيها كنبية هذه الرسومات. Right away it struck me like that. I see it very very much in interiors و domestic use. يعني ما بعرف أنت شو رأيك بالموضوع؟ I'm sorry. I don't know what to tell you. Where it is, I really don't know how to answer this question. Okay. you want me to pose it again in English? No. Jinan, she's also that's why maybe she connect between designer and between artist. I think Jinan, you mixed between the two. No, when I saw her paintings, I saw them as content for printing on fabric. Like I would love to see them on fabric and make a dress with them. But that's very interesting. تفضلي الأخت كريمة شوملي. تفضلي. مساء الخير على الجميع، تسمعوني؟ مرحبا. تفضلي. شكراً أختي أسمع على هذا الملتقى الجميل الصراحة، يعني والرائع اللي يثرين، يعني أنا كأني فنان يثريني أكثر وأكثر. عندي سؤالين. السؤال حق الأخ حازم. مرحبا أخ حازم، التقينا إحنا مع بعض وشاركنا في متحف إرثي، في معرض مرائينا. اللي خلاني أسألك الصراحة، أنت قلت إن أنت ولدت أنت فنان، يعني لازم يكون قلم الرصاص معاك دائما، وللاحظت من أعمالك الفنية إن هي تصوير فوتوغرافي أكثر من هي رسومات. هذا حق الأخ حازم. السؤال الثاني حق الفنان أثير. أنا شفت أعمالك وطلعت عليه وعملت الريسيرش وعملت وشفت البلدة كيف اختلفت توتالي، من ألوان صارخة، ألوان يعني يستخدمها المصمم الجرافيتي، التصميم وغيره، وكيف إن هي نارية تقريباً أنا أقولها. فجأة إلى انتقلت إلى بلدة الباستيل والأداء. هذا التنقل يعني شو اللي يأثر عليك؟ يعني شو اللي التنقل بين شيء الحاد والناري إلى شيء باستيل مطفي؟ هذا التنقل شو تأثيره؟ يعني هل احنا نقول مرحلة يعني نهائيا غيرت في تفكيرك، او بس مجرد ان الموضوع تطلب منك، مع ان الموضوع نفسه تقريبا، بس تطلب منك انك تجرب الوان الباستيل؟ وشكرا واتمنى الإجابة. مشكورة يا كريمة، مشكور. Thank you. I mean bear in mind my Arabic isn't fantastic, so I think no, I can say it in English. I think I got it. It was how did you go from bright colors to lighter ones? Was that the gist of it? It is how this affected you, because your color, it is bright, it is, you know, it is like very light, you know, the red and the yellow and the orange, and then it totally changed to be pastel color, calm, yeah. White and everything. It is the same subject. It is the flowing stuff. Mm. But how this led you to change your mind to not use like a bright color in this thing? Oh, thank you. That's an interesting question.
I think, well, I guess my color started to shift when I took a new studio in Paris. So my studio buddies are both classical painters. So they'll paint in a, you know, in a like a very classical, both studied in Florence and have this very different way of painting than I paint. I came about painting as a graphic designer. So I really wanted to think about, it was the first time I thought about light. And sorry, let me just turn this off. It's the first time that I started thinking about light and how I can treat color differently. And so I guess the kind of the muting of my colors was an inevitable outcome of trying to create a more realistic space. Those really bright, verdant colors are, you know, they're really fun, the appeal, and that's how I began painting. But in the real world, there are so many more subtle tones when you're trying to depict an actual space. And so I think I just became quite consumed with how subtle changes in color can kind of produce a more spatially aware effect. And remember, you know, I'm sure like any other artist here, we spend a lot of time in our studios. And so, you know, I can't speak for anyone else, but like, I want to be feeling the right way when I'm in my studio. If you're constantly painting with a really harsh palette, it's going to feel quite heavy. And so when I started to paint a softer palette, almost like quite dreamlike, I started to feel much, much calmer. Like I was calmer. My work became calmer. Everything just felt that more calm. And so my studio became a more pleasant place to be. You know, I think the studio is an extension of oneself. And so, yeah, it was just, I just wanted to go softer and softer. And now I'm painting with hardly any color. It's just going as far as I can go towards removing color and being soft and soft and soft. So yeah, I guess it was a natural progression for me initially to start working in a more three-dimensional way. Thank you. سألتيني كريمة عن البنسل. أنا رسمت لعند أو ضليتني أنا أستخدم اللي used to paint حتى العام 2012 تقريبا. I did many experiments and رح أحكي شيء ممكن لأول مرة بحكيه أو ممكن بعض من أصدقائي أو some of my collectors they know about this. لما رجعت على غزة ب 2017 بعد غياب 10 سنوات أنا I always talk about my mom لأنها شيء مهم بحياتي كانت. لما رجعت فلسطين لقيت my mom she kept all my old sketches كل الدرون تبعوني وأنا صغير. والغريب إنه I used to think as نحات وأنا صغير. She kept all my drawing. كيف كنت أفكر وأنا صغير كنحات. فأنا رجعت فلسطين لقيتها she kept all my drawing وحفظاهم بطريقة فظيعة. فممكن نشوف can you see يعني ممكن نشاف ال drawing. Yeah, we can see it. Yeah. فأنه دائما وأنا صغير كنت أفكر كنحات. أتمنى يوم من الأيام أو هدول they can be a like a real size. يعني أنتجت عدد كبير من ال الرسم. الغريب إنه أنا كنت أفكر كنحات كمان وأنا صغير. بس اتجاه you go to the photograph. إيه أنا جاي بالحديث. فهذا إشي. الإشي الثاني إنه أنا كمان
انتجت كمان بعد مرحله روما انتجت كمان عدد كبير من الابستراكت او الاكسبرسيونيزم المدرسه الالمانيه، فهذا كمان من الشغل القديم اذا كان اذا واضح يعني لعندكم واضح. اوكي صراحه I start to be like sick from thinking، يعني انا حسيت حالي زي اللي مربط يعني نوعا ما، لانه I used to very intense يعني during the day كل اليوم وأحجام أحجام كبيرة لعند ما feel bit sick يعني to think يعني sick from a positive way not from negative way يعني فيا هدول أعمال كبيرة مثلاً دونوس فا ردنا على سؤال كريمة إنه من مرحلة مرحلة for me it was enough to paint in this way or to draw. I need more, you know, I need to discover more, you know, myself, my personal story. وهذا doesn't mean that إنه أنا وقفت الرسم. لا بأرسم إذا the concept need to be إذا بيحتاج ال concept to be painting I will do it of course. اليوم الفن طبعا مفتوح وواسع وفي thousands of material you can use. Depend إنه شو ال concept need. هل إنه يحتاج يكون as a collage ولا paint ولا as a painting or a drawing. شو بيحتاج ال concept أنا بأشتغل وعندي حرية مطلقة لاستخدام الخامة المناسبة للمفهوم عملي. فا أكيد آخر خمس سنوات كتير انغمست بالكولاج وبالأركايف لأنه لقيت نفسي إنه أو خليني أحكي I asked myself سألت which kind of an artist I want to be صراحة يعني سألت حالي هل إنه بدي أكون مجرد فنان a good painter only or إنه أكون artist in a mission in life يعني هذا كمان كان سؤال بيحيرني يعني اكيد كمان اللوحه يعني بتأدي كمان دورها بمفاهيم مختلفه وممكن تطرح قضايا بس بالنسبه لي كان الاقرب لي لنضوجي كفنان من الكونسيبتواليزم بماي كولاج بعمل الفنيه فانه المراحل كانت كل مرحله ارتاح للمرحله الثانيه عشان هيك انا بلاقي نفسي اكثر اليوم بالتعاطي مع قضايا الشخصيه والذاتيه ولها علاقه كمان بالذاكره الفرديه والجماعيه. شكرا الاخ حازم، هاي رساله الفنان يعني، وهذا اعتقد من اجمل الاشياء اللي اثرت فينا اليوم ارتباطك بوالدتك وذكرها بهالطريقه. بالفعل انت ابن بار، وبالنسبة لنا إحنا صالون نسائي أكيد يعني المشاعر هاي أثارت فينا شيء يعني أكيد يعني. في سؤال من الدكتورة نجاة مكي فنانة تشكيلية الإماراتية، تفضلي الدكتورة نجاة. مرحبا، نرحب بالفنانين وأحب أشكر الأستاذة أسماء على هالأمسية الفنية الجميلة اللي جسد فيها كل فنان رؤية مختلفة في النظر إلى الطبيعة أو في الجوانب الخافية في ظواهر الأشياء، وتعرفنا فيها على أساليب فنية متعددة لنخبة من فنانين ما بعد الحداثة. السؤال للأستاذ أو الأخ محمد إبراهيم، هناك مقولة للفنان هنري ماتيس، يجب أن يمتلك الفنان الطبيعة. بالنسبة للعمل اللي عرضته في منطقة العلية، لقيت أن هناك في بعض الأعمال ألوان اللي هي جاذبة أو فيها إشعاع لوني جميل، هل هي قيمة فنية لما وجدت في هذا المكان من جمال أو انك جسدت الطبيعه بهذا اللون؟ وشكرا للجميع. شكرا نجاة، مشكوره والله، الفضل يرجع لحضرتك وجودك معنا، وصراحه لفن ابو ظبي مثلها
لي الشرف استاذة أسماء أكون معاكم ومع هالنخبة من الفنانين. مرحبا. وفريق عملها بذلة من نور السوقي اليوم ما قصرت في نجاح الجمعة الطيبة اليوم. تفضل الأخ محمد. تفضل. صراحة أشكر الدكتورة نجاة، واعتبر الدكتورة نجاة رفيقة الدرب يعني، وأنا كثير أحترمها كإنسانة وكفنانة وكمؤسسة للحركة الفنية في الإمارات. شكرا. لا العفو، هذا أقدر أقل من قدرك يا دكتورة. بالنسبة للعمل العمل العلى، بالنسبة لك كان الظروف تنفيذ العمل والمنطقة إلى آخره، فهذا العمل تقريبا ما يطلق عليه تماما أرت لاند أرت، لأن في اختلافات أو في أشياء شوي مختلفة كثيرة. فأنا هني بالعمل أضفت عنصر للطبيعة، وهذا بحد ذاته شوي في اختلافات عليه. ففي المنطقة هذه اللي يشوفها لازم الواحد، لأن خاصة باللاند أرت لازم أنت تعيش عشان تقدر تبني حديثك في نفس المكان. فإحنا الحين مشكلة أن نبني حديثنا على صور أو صور فوتوغرافية للعمل، فبالتالي نقدر نتكلم عنها بشكل اختصار يعني، من ناحية اللي تقدر تعطينا الصورة هاي. فالمنطقة فيها أحجار متساقطة من القمم، هي لأنها عبارة المكان هو محاط من جميع الجهات، عبارة عن دائرة من الجبال، وفي هذه الأحجار مختلفة اللون أو الداكنة شوي تسقط من القمة لأرضية المكان في أماكن متفرقة. فأول زيارتي للمكان، لأن في صعوبة هناك، لأن المكان هو كائن حي لازم تخلق عليه، تخلق نوع من الحوار معه. فدائما أول لقاء يكون في نوع من الوجس، من الخجل، من بينك وبين الآخر، لأن بالنهاية هو آخر. فالزيارة الأولى حاولت قد ما أقدر أني أكون هاي نوع من الصداقة مع المكان، فأخذت صور كثيرة، فوتوغراف كثيرة بالكاميرا، يمكن حوالي قد ما تقدر الذاكرة تحمل من الصور الأميج هاي. وبدأت أعمل فوتوكوبي للصور هاي وأعلقها في مرسمي داية، غطيت المرسم بهالصور لقل الوصول إلى نوع من الخطاب مع المكان لو كان بالصورة يعني، لأن الوقت ما يسمح أنك تعيش في المكان وتعامل معها فترة. فاكتشفت أن هناك في ألوان كثيرة في المكان، مو بس فقط لونين، مثل بالضبط نفس الطبيعة الموجودة حول جبال خرفكان، ممنوعة بالألوان. بس طبعا الألوان مثل ما قلت بعد خص الألوان الطبيعية في بيئتنا احنا، الهش environment. فالألوان دائما فيها عندها وجس، عندها خوف من الظهور، فتكون دائما منزوية، نقاط صغيرة في حجر ما، درجة من الظل بين نوعين من بين حبتين رمل، خلينا نقول. فخرجت لها الألوان الموجودة في هذا المكان بشكل أكبر، أضفت على الأحجار اللي سقطت من فوق ملونة إلى أرضية يعني هو الأداة التعبير الأساسية في العمل الفني يعني. فمستحيل حتى يعني بالفن المفاهيمي بكل أنواع الفنون يعني ما تقدر تستغنى عن اللون يعني، حتى لو واحد قالك لا لون هو اللون، اللون هو الشفافية. فإن شاء الله يعني قدرت أجاوب على سؤال الدكتورة نجاة. ما قصرت، الله يحفظك. شكرا. شكرا دكتورة نجاة، نفسك فنانة وقديرة ولك مكانة خاصة في صالون الملتقى، دائما متفضلة علينا حضورك وعلمك وثقافتك، أهلا وسهلا فيك دائما.
في سؤال من الأخ سيمة. دكتورة سيمة، تفضلي دكتورة سيمة. أهلا مرحبا. عربي ولا إنجليزي شو نقول؟ نعم؟ عربي عربي. أوكي. أستاذة أسمى، طبعاً نشكرك على إعطائنا هذه الفرصة أن إحنا نجتمع ونلتقي مع نخبة مميزة حقيقة من الفنانين اللي يعني على مستويات مختلفة، سواء كانت ريجلي في الجانب الإقليمي والعالمي المتميزين. سؤالي صراحة لكل واحد فيكم اللي حضرتونا يعني أفعمتونا بالمشاعر الجيوشة من خلال رسوماتكم. الحلم، احنا كل انسان له حلم، انتم كفنانين لما تحلمون انا متاكده يعني كل واحد فيكم في مشواركم الفني وصلتوا لمرحله من الحلم اللي تقولون واتس نيكست، ما هو بعد ذلك. حقيقه اللي شفناه اليوم كلها رسومات متميزه، كلها رسومات يعني تتكلم بنطقها متميزه بكل معانيها، من كان على مستوى الخليجي، من كان على مستوى العربي أو المستوى العالمي. فسؤال الكل إنه what's next في فنكم؟ شنو بنشوفه على مستوى كان الوطن العربي للأساتذة اللي على مستوى الخليج والوطن العربي، وبالنسبة لمستر أثير what we gonna see next from your art. Obviously we can see how your work has been developing and how everybody's work has been developing. So what's next you think that you could show us. هذا السؤال. السؤال الثاني is for Mr. Athir. With your art, with your drawing, yet as you said that there is a lot of poetic and quiet drawing, but yet it's very tiny and clean and tidy. So Anna, I definitely see that how affected all of you with the natural and your cultural, your environment. But if you can show us or can tell us briefly how the effect of the being you in the Gulf country in UAE and how you when you transferred to France or any part of the world and how affected that at your work. Thank you very much. Shukran, Ustad Asma. Is that this? So this question is directed to me. Well, I ask two questions. One for all of you about your dream and what's next. And the second question is for you, yes, with regard to what's the effect actually from your work of being in this region and then moving to your part of the world? Okay. And how influenced your work on your painting? I mean, if anyone wants to answer the question about dreams, I'd be really interested to hear if anyone else wants to go for that one. Okay, yeah. I mean, dreams, and we're not talking specifically falling asleep and dreaming, right? We're talking about like an idealized. What you want to draw next? What? Where do you want to reach? What is your next stage? So I mean, I want to kind of continue this exploration. I think, you know, I guess bizarrely, none of us has talked about the kind of the huge shift in what the world looks like at the moment. And so I feel like it's kind of going to be inevitable that, I don't want to speak for anyone else here, but I mean, it's going to be inevitable for myself, but I'll end up responding somehow to, the current trajectory of the world. And, I want to keep listening, keep seeing and keep feeling how that will naturally fall into my work. I think I want to continue with this trajectory of painting, create more works about uncertainty and kind of beautiful moments in uncertainty. And I think that's a direction I've been going for a while. I've been creating like diptychs and triptychs of different stages of scenes. So I'll have a bundle of different elements and in one scene all quite orderly, and in the next one they're less orderly, and in the third one they'll be kind of everywhere. And so that kind of those progressive paintings are what I plan on doing. I mean, I'll be showing in a few months back in Los Angeles a majority of the works that I've made
So I think I probably will, I want to do quite a bit of writing about the works. I've been in a stage of just producing paintings, and usually painting and writing and kind of formalizing the concepts behind the work, they usually go hand in hand. But there's been such an influx of information that's been happening recently that I've kind of been avoiding the writing side. So I've just been producing paintings. So I'd like to take a step back and do more writing about what my work's going to be like, and that'll probably go hand in hand with this exhibition I'll be having in LA. In terms of my dreams, I guess continue making works, potentially see how I could explore sculpture, or how I can, you know, I can translate the works, which are quite three-dimensional. I create these three-dimensional spaces. I often think about how that would translate into an actual, a real three-dimensional scene. But there are obviously a number of limitations, so I'd have to kind of keep exploring that. So yeah, I mean, continue with making work, and continue with writing, and explore as to how maybe my works can become more three-dimensional. And with being an Arab in a non-Arab environment, I mean, it's kind of all I've ever known. You know, I spent a few years in Baghdad when I was very young, and then we left because of war. And so I've always had this like center of gravity, which is very much outside of my body, tethering me to a place which I don't really understand. And so, you know, I went back there for the first time in 30 years. I went back in October. And that was very surreal for me. And I, it's kind of constantly this thing that I'm referring to as a kind of insider, but as an outsider, probably similar experience to a lot of people who you know, it's a similar narrative to a lot of people who kind of somehow feel connected, but somehow feel detached from their homeland. And you know, as Asma pointed out earlier, my family is all very artistic, so that my understanding of the of being Iraqi has very much come from the Iraqi art that I've kind of grew up with. So Huda, can you answer for the question for the dream? That was next, your dream. My dream or my interest, it's what I really want to continue exploring now is this jungle topic. Okay. But in a huge dimensions, so very, very big works, bigger than the one I did lately, and something more, that is not having a frame, so sculptural. This is what I want to explore next, and that's what I'm working on. Mashallah, you do all beautiful things. But would you ever imagine having works which people could experience, rather than, I mean, particularly the jungle one? I mean, I imagine that is quite almost theatrical. You know, it looks like something from a play. And I can imagine it, you know, I'm sure the way it's lit is very important. Possibly even the sounds that you hear when you experience are very important. So how much further can you see yourself taking that? Absolutely that far. And also integrating other elements like lures in this jungle. So it's just a question of possibility, opportunity that is given or not given, or space. You have to find a huge space. You have to have a budget to be able to really explode completely into this direction. This is my dream, and dreams are not always realistic, but it's good to dream. Well, I think particularly with Isabel van den Eyne, I mean, I've some of the shows I've seen at the gallery that you work with have been pretty out there in terms of creating these installation spaces. So I think that's definitely the right move. And I mean, assuming things pick up and become normal again at some time soon, I really, really would love to see the way your works are realized in that way, because I can very much imagine them in that way. Yeah, I hope, because this is the next project, and it will be also most probably in Dubai. So we will see.
استاذه هدى اذا تضيفين، عفوا استاذه اسماء اذا تعطيني دقيقه ثانيه، استاذه هدى تضيفين الحين من ضمن الحضور تقريبا احنا 98% و 98 people، وفي النهايه كلنا وعجبنا برسوماتك، وممكن انه يكون على الاستاذه قالت على الكوشن على السوفا، هل انت ممكن تاخذين هالفكره وتشوفين تنظرين في الموضوع دي؟ بالانجليزي ما سيما الوقت اوكي شكرا. الفنانه التشكيليه فايزه مبارك تفضلي. اخت فايزه هلا اخت اسماء، شكرا على الـ على الـ لا بدايتك مو علي مو علي وي ميك ليت توريتس تفضلي فايزه. شكرا على الملتقى الجميل، ودائما تبدعين بمجموعه من الافكار، خاصه هذا الملتقى اللي يجمع ما بين مختلف الفنانين الموجودين في الوطن العربي. سؤالي لاخ محمد، اخ محمد تلاقينا مع بعض في اول اقامه فنيه في باريس، من اجمل الاقامات اللي بدينا فيها، وكانت المحاكاه جميله يعني بالاعمال الفنيه والمعارض في باريس. سؤالي كمحاكاه، وهي طبعا المحاكاه هي ظاهره طبيعيه يعني للانسان مثل ما قال كثيرين من الفلاسفه اليونان وارسطو، فكفنان يستخدم الوسيله والموضوع وطريقه العرض في عمل فنه. أخ محمد بالنسبة للمحاكاة ما بين محاكاة طبيعة دولة الإمارات أو محاكاتك خارج دولة الإمارات، تأثيرك الفني والسايكولوجي علشان توصل لمرحلة إعداد عمل فني للمحاكاة، يعني أنت في أرض جديد وتبدأ بعمل جديد وبفكرة جديدة وبمجتمع مختلف وأصدقاء مختلفين، فتبدأ بمحاكاة جديدة، تبدأ بولادة جديدة، فكيفية ولادتك ما بين أرضك وولادتك خارج أرضك، كيف تقدر تحس بهالمشاعر بين الاثنين يعني كفنان؟ أهلا مرحبا، أنا بالأخت فايزة. فعلاً أيام وتجربة جميلة كانت في ديجون في فرنسا. صوتي واضح؟ إيه واضح أخت محمد. ما أدري أنا في أشياء عندي بهال. أيوة. فسؤال مهم جداً اللي طرحته، يعني سؤال جداً من صغير بس الإجابة تحتاج على شكل موسع. بس قبل لا أجاوب عليك أحب أرجع أجاوب على الأخت اللي قبل اللي هي موضوع نيكست، شو اللي نيكست بعد؟ إيه. أنا ما عندي نيكست ولا أهتم بالنيكست، لأن أنا مهتم بالدوينج، فالدوينج أهم من النيكست، والنيكست سيأتي نيكست يعني خلال الدوينج. وأرجع لك على سؤالك المهم أخت فايزة، هي مسألة مو مسألة محاكاة، هي كيف القدرة والاستطاعة على حبل نفسك إلى مكان آخر، وفي خلال هذا المكان الآخر تصبغ أنت عليه سمات، مثل ما قلت قبل شوي أنك كيف تكون علاقة مع المكان الجديد، فتطلق نكاتك في شوارعها وبصماتك، فمن خلالها يتكون عندك الحوار، تتكون عندك نوع من الصداقة، نوع من الألفة، نوع من التعارف. فهني تمتزج مسألة المحاكاة، يعني أنت هل هو المكان اللي بيحاكيك والله أنت تحاكي المكان. فهذا نقل النفس، نقل الروح معاك، وأنت رايح محمل طبعا بكل ثقافاتك، بتراثك، مجتمعك، بيئتك، دولتك، هويتك، اي نوعا ما من الهويات، فهي اوريدي تحملها معاك. فعند خلق هذا الحوار مع المكان يبدا المكان نفسه يعطيك اسراره ويتوجك المكان، يتوجك انت امير المكان. فاعتقد اني ممكن قدرت اجاوب على السؤال او جزء من سؤال. ما قصرت الله. شكرا لك محمد، تسلم. شكرا يا
فايزه. فايزه ما قصرتي حبيبتي، دائما صار الملتقى وانت دائما قامه نرتقي فيها دائما. شكرا سعيده لذلك، شرف لي اختسمه. في سؤال من حرم سفير المملكه العربيه السعوديه الاخت اشواق، تفضلي. السلام عليكم، اهلا وسهلا. شكرا اخت اسماء، الله يعطيك العافيه على الدعوه الجميله وعلى حضور هذه الثقافة الاحتفالية الفنية بحضور هؤلاء الفنانين الرائعين. أشكر الفنان السعودي راشد على هذا العرض الجميل الذي نقلنا من الباحة لمكة للطائف، وتصورت كل تضاريس مملكتنا الحبيبة. وأيضا أشكر الفنانة هدى على فنها المتفرد اللي لاحظت فيه احتفالية في عناصر التراث المعنوي مثل السقارة ومثل النخلة. فسؤالي للفنانة هدى، كيف أسست هذا التناغم الجميل مع عناصر التراث المعنوي، ومن أين بدأت للتواصل مع الطبيعة؟ شكرا جزيلا لهذه الفرصه، يعطيكم العافيه جميعا. I need an English. Okay. Thank you for the word. Okay. So I really thank you about your artwork. It seems that you are connecting with intangible heritage like falconry and balentry. So my question is, since when you start with the connecting with the nature and starting with those artwork, and how you connect all those artworks? It seems like you are very, very thinking deeply on heritage and art. Yes. Thank you. I thank you for your question. Palm tree, I think it was in 2014-2015, before I was also dealing with nature, but more with the body of a woman, but this is also nature, and the palm tree is just a representation, another representation of femininity or of humanity somehow. And and that's I started maybe 5 years ago very specifically with the palm tree. And and because I have, so as a child I was I was born in London, then I grew up in Germany 5 years, and then moved to France, and now I'm back in Germany since 20 years. So I have moved a lot, so was displaced, and so that I'm between two cultures. I cannot say 100% I'm Egyptian only, because I'm also French somehow, so there is a mixture, and all this is also I carry this in my work, that I use a lot of my heritage, so my emotional heritage, which is very much in Egypt. Thank you. There is a question from Anna Manzelji. تفضلي سيدة. مرحبا في جمال. أولنا عليكم، سامحونا الفنانين يمكن. مساء الخير. شكرا أسماء، شكرا على أمسية الفن والجمال المميزة. فعلا سؤالي للفنان السعودي راشد الشاشعي. السيد راشد، أعجبني إضافة البعد التاريخي بأعمالك، وجدت فيها جانب تثقيفي بالإضافة إلى الجانب الجمالي. فعندما تحدثت عن عملك النافذتين المستوحاة من المسجد الأموي، قد يكون الكثير لا يعلم بتاريخ المسجد الأموي وأنه بني بال1600 قبل الميلاد كمعبد للإله حتحد الأرامي، كذلك عملك الصراط المستقيم ببعده الروحاني والديني والتاريخي. جدا أثرت أعمالك في نفسي، لأنه دائما يعجبني الفنان الذي يوصل رسالة. هل تؤمن بأن للفن رسالة؟ رسالة قد تترجم هاجس ما، أو حنين، قد يكون حنين للتاريخ، أم بالفن لمجرد الفن؟ وإذا كنت تؤمن بهذه الرسالة، ما هي رسالتك
في هذا الزمن الذي يضج بالمتغيرات التي قد توحي بأعمال إبداعية كثيرة. وشكرا لك. شكرا لك، الله يعطيك العافية. أنا من الناس اللي أؤمن بأنه الفنان دائما يحاول إثبات ذاته ووجوده في هذا الكون للتعبير عما في داخله واحتياجه الحقيقي للتقدير. اختلفت طبعا ممارسات الفنية منذ الإنسان البدائي إلى اليوم بتغير طبيعة الحياة، فكان الفنان يثبت وجوده ذاته في فترة طويلة جدا من الزمن بالحالة التقنية وكيف يضاهي الطبيعة. وتطور الموضوع يعني عندما انصدم بوجود اختراع الكاميرا وقدرتها الفائقة على نقل الواقع، فانتقل بعد ذلك إلى تصوير أحاسيسه ومشاعره اللي آلة الكاميرا ما تقدر تصور هذه الأحاسيس والمشاعر من خلال الأعمال الفنية. الموضوع اليوم مع الثورة الصناعية أصبح الفنان منزوي، خليني أقول أكثر، لو يعني بقى على نقاشه لحالته هو الحسية وما يشعر فيه. فتطور الموضوع إلى 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 يعني نقاش فكري داخلي عند الفنان، ويحاول من خلال هذا النقاش الفكري أن يكون صاحب قضية يعني يثري من خلالها حياته هو وكيف يتقاطع مع حياة أناس آخرين. اليوم الفنان المعاصر لازم أو لابد أن يكون صاحب قضية يؤمن فيها ويدافع عنها ويشتغل عليها. وما المقصود يعني بقضية إنها يعني قد تكون سياسية أو اجتماعية أو دينية أو اقتصادية؟ لا، يعني المقصود إنه عندك هاجس في داخلك بتحاول تخلق حوله الكثير من التساؤلات والإجابات في نفس الوقت لتساعد يعني المجتمع أو المكان اللي أنت فيه للنهوض بطريقة أخرى وبتقديم صورة خلينا نقول محسنة من جودة الحياة اللي إحنا نعيشها. فيعني أعتقد أنا دائما في أعمالي الفنية أعود لجزء من التاريخ وجزء من طفولتي، محاولا يعني خلق هذه الرموز اللي تفسر حالة التغييرات الضخمة اللي حصلت للوجود الإنساني. وكذا لازم يعني عشان إحنا نعرف نحن من، لابد أن نعود قليلاً طريق لأهواءنا وأحياناً لغرائزنا. يعني ما نقدر ننفصل عن واقعنا وتاريخنا مهما كان، يعني يظل هو جزء مننا موجود في جيناتنا. يعني كل خلية فينا اليوم هي ذاكرة مهمة جداً لما مارسه كل أبائنا وأجدادنا. يعني أنا قد أكون تأثرت بجو عاصف مر على جدي 17 في يوم من الأيام ومنعه إنه هو يعني يأكل الحنطة والشعير بتلك الطريقة، وافتكر أو ابتكر طريقة أخرى لمزاولة زراعته. فما زال هذا التأثير جينات ورا جينات ورا جينات. كل إجاباتنا في عالمنا الفني هي معادلة ضخمة جدا من 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 المعطيات والرموز والتساؤلات، وفي الأخير ينتج معنا هذا العمل الفني يعني اللي ممكن يعيش ممكن يموت. يعني وأحيانا نحن نزعم بأنه ولادة العمل الفني هي نقطة موت الفكرة في دواخلنا. وسام، شكرا الله، طولنا عليكم، سامحونا. سؤال أخير من الأخت الدكتورة جميلة، تفضلي دكتورة جميلة. يا مساء الخير والإبداع، وجزيل الشكر على هذه الجلسة الرائعة أسماء والجميع. أشكركم أستاذ محمد، أحمد إبراهيم، أخت هدى، الأخ راشد وحازم،
والأستاذ أثير، كلكم قدمتوا 3 dimension أو عمل ثلاثي الأبعاد. يمكن أخ أثير شوي كان ثلاثية الأبعاد ما تختلف من الآخرين، لكن كلها حاولت أن تعالج المشاعر الوجدانية وتعيد إنتاجها مع تعاطي العناصر في البيئة بشكل مبدع ويخرج الدهشة من القلب. لما شفت الأقمشة والأسلاك والبلاستيك عند الأستاذ راشد وباب الجنة وال يعني خطر على بالي سؤال واحد، كيف يمكن تحافظ على هذه الأعمال الفنية أطول مدة؟ هل هناك مواد حافظة تحطوها عليها؟ هل توجد تاريخ صلاحية لهذه الأعمال وتنتهي من خلالها؟ يعني أساس ما تتحلل، يعني قماش تحلل، ممكن الحبل يهتري، فكيف تحافظوا على هالأعمال إنها تكون يعني صالحة بنفس الرونق ونفس الـ يعني اللوك الطبيعي مالها إلى أطول مدة؟ وهل هي يعني يسوونها على أساس بس تصورونها ولا على أساس إنها تحافظون عليها لأطول مدة ممكنة؟ وشكرا. عفوا السؤال لي موجه. اي تفضل لك سؤال. ترى كلكم اشتغل على مواد وعناصر من البيئة وممكن تتحلل ممكن تنتهي. ممكن تبدأ أستاذ يعني أنا وجهة نظري البسيطة جدا إنه العمل الفني ما يقف عند فكرة المنتج. العمل الفني الحوار، الفكرة نفسها، النقاش اللي جالس يدور بيننا الآن اللحظي. يعني إحنا لو يعني أنا أتوقع إنه في كثير من الأعمال الفنية الإنسانية اللي خلقها الإنسان منذ الأزل أنمحت واندثرت وما زالت أفكارها موجودة يعني في ذاكرتنا. اليوم الفنان المعاصر ما عاد عنده أهمية لفكرة وجود المادة. يعني حتى أنا أنتجت عمل فني قبل 4 سنوات أو 5 سنوات ما له وجود في الكون، يعني ما تقدري تلمسيه، ما تقدري حتى تشاهديه أو تحسيه، بس هو موجود وأثبت وجوده. يعني طبعاً هو مبرمج على البلوكشين وله علاقة بلغة علمية شوية، لكن اللي أنا أقصده دائما احنا يعني حتى مره كنت اتناقش مع فينيشيا بورتر عن انه الخامه والماده والصيانه الى متى ممكن يعني زي البلاستيك يعيش. قلت لها انا متاكد انه الانسانيه اذا امنت بعمل فني حتخلق الطريقه اللي حتحافظ على هذا العمل الفني مهما كان، سواء فكره او وجودا. يعني فما اظنه اللي رسم الموناليزا شال هم حضورها اليوم. أنا معك إنه مرة جيد لو قدرنا نفكر في كيف نحفظها من اليوم، لكن أنا متأكد كمان إنه العمل الفني اللي كتب له أن يعيش وقدر له أن يعيش سيعيش. صح كلامك اليوم. شكراً. وفلسفة عميقة جداً للعمل الفني من هذا النوع، أشكرك عليه. ولو إنه في جزئية ما اقتنعت في دماغي أول مليار. معرفة ممكن أعقب أنا شوية؟ تفضل. عزيزي بالنسبة للحفاظ على الفن الفنان عليه ينتج العمل الفني، ومثل ما عارفين حيث بالخصة بالفن أو بمجالات أخرى تعددت الاختصاصات وتعددت الوظائف، فبالفن أصبحت هناك وظائف كثيرة. يعني وظيفة الفنان، المقيم، المصمم المعرض، الناقد، الكاتب إلى آخره فالفنان عليه الإنتاج. وأنا أشوف مهمة حماية الفن هو من وظائف أو مهمات المقتني للعمل الفني، لأن هذا المقتني أكيد ما شرى العمل إلا بحب إلا بقناع إلا هناك أصبح إلا هناك تكون خطاب بينه وبين العمل الفني. فأنا أشوف أن المحافظة على الفني من وظيفة أو من مهمة المقتني وليس الفنان. شكراً جزيلاً لهاي الأمسية الجميلة واللقاءات، وهاي اللقاءات هي اللي تخلق نوع من الحوار بين الفنان وبين الجمهور أو بين المقتنين، وهاي أعتقد فرصة للحوار على أشياء وأفكار لو كانت بسيطة أو أنه مثلاً قريبة من فكر الإنسان العادي أنه كيف أحافظ عليها أو كيف الفن، هاي تخلق نوع من أكثر تقارب بين الفن والفنان والفنانين والجمهور. أتصور. شكرا جزيلا
من الأخ محمد أحمد إبراهيم. شكراً لهدى. Very much هدى إنك you attend with us and you have a patient and to sit with us and have in Arabic and in English. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. Thank you. And thank you, Athir, for your participate with us and you gave us all this beautiful talk and beautiful colors and beautiful image. And really, we appreciate. Thank you, Hazem. أسعدنا وأسعد ذاكرتنا وذاكرة فلسطين دائما محفورة في القلب دائما دائما موجودة. حبك الأم وحبك الأم. شرفت شكرا لكم. والحب والأم المتفقدة عدتها شعبا طيب العراقي. وشكرا للجميع على طبعا الثقافة. وشكرا نور سيدي على كل ما بذل فيه المجهود فنانين شكرا للجميع. يلا مع السلامة. إن شاء الله. يلا شكرا كثير. باي باي. شكرا ست هدى. باي. شكرا.